أثار الفنان أحمد فلوكس الجدل خلال الفترة الأخيرة الماضية بسبب العلاقة العاطفية التي يمر بها مع فتاة لم يكن أحد يعرف هويتها حتى تم الكشف عنها خلال الساعات الماضية، وهي المذيعة اللبنانية ديالا مكي والتي تعمل بتلفزيون دبي ووالدها طبيب، وهي من أشهر مذيعات الفاشون في العالم أيضا ومعروفة من جميع مصممي الأزياء في العالم. وقد أثار الجدل الفنان أحمد فلوكس من قبل إعلان الخطوبة بنشر صورة له وبجانبها صورة ديالا مكي، حيث وجهت له سؤال استنكاري على الصورة قائلة مين هيدي؟ ليرد هو واحدة أمر كده دخلت حياتي خلت للحياة حياة، لترد هي عليه يا ربي شو بتعرف تحكي حلو. وبعد إعلان الخطوبة نشرت الإعلامية ريهام سعيد عبر خاصية ستوري مباركة للفنان أحمد فلوكس، حيث نشرت صورة له وللمذيعة اللبنانية ديالا معلقة عليها ألف مبروك يا محترم. والأمر نفسه فعله أحمد فلوكس بنشر مباركة ريهام سعيد عبر حسابه إنستجرام، وفي تعليقات إنستجرام نادى سيف فلوكس نجل أحمد فلوكس ديالا مكي بماما وقال إنه ينتظرها بفارغ الصبر، بينما ردت هي ووعدته بالمجيء في أقرب وقت. ودخل فلوكس وعلق الواد وابنه في إشارة منه بأن الولد وأباه في انتظار ديالا بفارغ الصبر. ويسعى فلوكس هذه الأيام لعمل تصريح دخول مصر للإعلامية اللبنانية حيث إنها تمتلك طائرة خاصة من أجل الحضور للقاهرة لحضور حفل الخطوبة.